هذا البرنامج برعاية منظمة بلوريال، الرفيق الدائم للمهاجرين المغاربة في مانيتوبا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في برنامج مغاربيون في الغربة. اليوم حصة جديدة على التوظيف. كما راكم تشوفوا الجو جد وبارد، صح هذا الشيء ما منعناش أن نخرجوا وننقل لكم الواقع، واقع العمل هنا في مانيتوبا، يعني ننقل لكم الآراء الحقيقية باش الإنسان ما يقعدش في الإبهام. يعني اليوم راح نتسمعوا آراء وخبرات ناس اللي جاوا من بلدان المغرب الكبير، كيفاش واقع العمل هنا وواقع التوظيف. يلا معايا. صباح الخير رشا. صباح الانوار. يعطيك الصحة اللي قبلتي انك تجوزي معنا في حصة مغاربيون في الغربة. مرحبا بك، سما في البليزير، انا تانيت نكون معاكم اليوم. يعيشك يعيشك رشا. الو، حبيت نهضر معاك اليوم، حنا لو تام تاعنا على التوظيف في مانيتوبا. قولي لي دابور شحال عندك وانت هنايا؟ جيت لامي سبتمبر. داكوغ، لامي سبتمبر. درت الكونفينمون تاعي و نقولوا اوت، نقولوا اكتوبر بلوتو باش تليبرينا. كيفاش جاز الكونفينمون؟ احكي لنا. ديفيسيل، او ميم طون ايتي فاتيغي من الفواياج، دونك سيتي روبو 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 اي انكور روبو. معليش بالعقل برك، هذه هي دوكا سي سي جينيرال. اكزاكتومون. الوغ حنا جينا من 30 سبتمبر، دونك قريب شهرين من الجزائر. الله يبارك يسلمك. خليتو الثلج في الجزائر؟ خلينا سخانه. ما نشكش ما نظنش. بالنسبه للتوظيف، بون انتوما راكم جدد، حبيت برك تعطيني فكره على كيفاش كنتي تشوفي واقع التوظيف هنا في مانيتوبا كي كنتي في الجزائر وكي جيتي لهنا. كي جيت انا دوبوي سبتمبر، لا مي سبتمبر، جو فولي ميم با امبوستولي، جو بونسي كو سيتي فاسيل. انا دخلت دومون كوميرسيال، جو بونسي كو سيتي سامبل. J'ai une bonne expérience commerciale, mes études sont sciences commerciales. Je ne parle pas de mon métier qui est réglementé, la comptabilité, mais en tant que commercial, ça va être facile. Une fois qu'on a commencé à postuler, la période du confinement, on recevait des entretiens. On faisait des entretiens, mais aucune suite. On pensait que Anna, personnellement, je pensais que j'allais vraiment vite trouver du travail, نبدا نخدم سهله. وعلاش انت كنتي تخمي بلي تقدري بسرعه تلقاي خدمه؟ قولي لنا واش هو الحاجه اللي خلاتك تخمي هذا الشيء؟ على حسب لا كي درنا ليميغراسيون، كانوا ils étaient en forte demande de francophones. حنا اوني فرانك، اوني بيلينغ، اون فا با دير كو عندي انفلويت انجلش، مسهل لي سينينغ تاعي و je comprends l'anglais, j'arrive à communiquer معنا. Donc ça va. Donc عندنا deux langues, ça va être facile. Finalement non, le marché francophone, il n'est pas très très demandé. C'est même qui حطوا لنا par exemple offre bilingue. C'est une fois de postuler, je premier, mais chez premier, je sais même pas ce que c'est premier arrivé premier servi. Donc ils حطوا le poste, postuler, on fait des entretiens, de très longs entretiens qui prend des fois pendant une semaine entre les entretiens, les questionnaires. Et puis hop, non, on a trouvé une autre personne. Le poste, il a été occupé par une autre personne. Donc c'est un poste par, je ne sais pas combien de temps, qui poste un poste pour les bilingues. Donc okay. C'est difficile. Vous avez fait رأيك على بالي بلي ما تقدريش تجاوبي على هذا السؤال يعني، بصح في رأيك فقط، وعلاش يديو إنسان واحد آخر وماشي أنتيا؟ Aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée parce que je ne vais pas dire que je suis excellente. Ça, je trouve les entretiens les jouzna mach mlah. Je trouve les entretiens les jouzna mlah.
دونك اللي عميناهم شغل ما ساتون ميم با يغنو رابيل بصح اللي كنا فيهم بيان دونك اون ساتون نابيل دي فوا اون ساتون ميم يقول لك سي فو زيت ركالي اون فا فو انفوي ان ايميل اون ريسوا ميم با ليميل دو رجي اوكي ولا دو ريغري سي اون فو دير دونك اوكين ايدي اوكي جو ناريف با ديستينغي لو مارشي دو ترافاي جو ناريف با كومبروندر لو مارشي دو ترافاي داكور عندي انا سؤال تقني بالنسبه لك لي زونترتيان باما لغه تجوزيهم نتيا كاين اللي نجوزهم اون انغلي و كوم اون اي دي بيلانغول نعاودو نجوزهم اون فرونسي يسمى انا حبيت قصدي باش يفهمونا الساده المشاهدين حتى لو كان يكون بوست بايلانغول جوزي بالانجليزيه انغلي وي هاد النقطه مهمه بزاف لازم يعرفوها لو فرونسي سي ميم با ان انترتيان سي ان تيست اون فرونسي سي تو يعني كلش يكون باللغه الانجليزيه كلش بالانغلي داكور يعني كنا مستعدين على صعوبات ماشي واحد يلحق يلقى خدمه بسرعة أوكي وشنو هما يعني لو كان تقدروا تلخصونا الصعوبات اللي تلقيتوها في هذا المجال ملي جيتوا يعني ما عندكمش وقت كبير ملي جيتوا لكن ما هم الصعوبات اللي واجهتوهم ما قدروش نهضروا على الصعوبات خاطش هذا وين جينا كنا عارفين باللي لازم واحد يهضر مليح الإنجليزية باش يصيب منصب شغل صح كاين مناصب شغل باللغه الفرنسيه بصح قليله دونك كنا مستعدين مي رانا عارفين بلي ان شاء الله حنسيبو ان شاء الله يا ربي خدمه يقولوا لي واش قريتوا في الجزائر انا قريت كوميرس فوالا تجاره ومحمد وانا عندي كيما صابرين عندي ليسونس في ماركتينغ اوكي ودرت ماستر ان انتربرينوريا الله يبارك ظنوا انتم بلي تقدروا تلقاو في مجال يعني لي زيتود تاعكم مجال القرايه هنا ولا لا كيفاش راكم تتوقعوا هي في الحقيقه لازم نبداو كلكو بار ما نقدروش نلقاو توت سويت منصب تاعنا في الفئه تاعنا صح ولكن نحاولوا انا هي لازم واحد يبدا المجهودات صح وما لازمش يخلي الامور تمشي صح ما لازم واحد ما كما يقول لك لازم تبوجي لازم تريكل صح بالجزائريه صح لازم تبوجي قولوا لي اسكو تقربتوا من المؤسسات هنا تاع التوظيف كاين مؤسسات موجهه للوافدين فرانكوفونيين بما اننا احنا يعني قادمين من بلدان فرانكوفونيه ما هي المؤسسات اللي تقربتوا منها انا توجهت ل دي اس اف ام وجاوبوني دونك لازم كيف يقولوا دي دوكيومون اوراق لازم نوفرها باش نصيب منصب شغل لا دي اس اف ام يعني عندي امل بلي ان شاء الله ان شاء الله يا سيغ الامل لازم يكون ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وانت محمد بان يا كاين بول المؤسسات تاع كيما السي دي ام على كاي فرانكوفون اللي راهم نخدموا معاهم باش نلقاو عاود نسقم لو سي في تاعي باش نلقى الخدمه اللي لازم بون ولكن بون ست ماركت روحي مع مانيتوبا ستارت اوكي لي باسكو ما لازمش نبقاو غير في الفرانكوفونيه صح لازم نروحو تانيك باسكو صح مانيتوبا والوينيباك بالاخص سي اون بروفانس انجلوفون ماشي فرانكوفون صح صح لا معك حق قولي لي لو كان تكون عندك نصيحه تحبي تقدميها للوافدين الجدد بالنسبه للتوظيف هنا في مانيتوبا واش يقدر يدير مثلا اول حاجه ما يتكلش على الفرونسي اول حاجه Il faut vraiment pas compter sur le français. Il faut vraiment perfectionner son anglais. يعني c'est très important. ما كاينش حاجه اكثر مهمه اكثر من انك تكون fluent English كيما يقولوا. Un anglais parfait. Parce que vraiment il demande l'anglais. C'est pas ni comme la VE. انا j'ai pas effectué la VE mais شفت c'est mon mari qui l'a effectué بصح وهضر وقال قالوا له بلي نو il faut avoir un anglais intermédiaire non l'anglais n'est pas important non حبيتو تجو غير بيرفيكسيونيو الانجلي تاعكم يعني لازم يحضروا وحتهم مليح سي فري خاصه في طريقه كتابه لو سي في
خاطش طريقه واحده اخرى هنايا. وهذا لو سي في لازم يكون يتبدل من منصب شغل الى اخر، يتاقلم، لازم يدربوا على هذا الشيء تري بيان، ولازم يحسنوا الانجليزيه تاعهم. هذه نقطه مهمه جدا. هذا البرنامج برعايه منظمه بلوريال، الرفيق الدائم للمهاجرين المغاربه في مانيتوبا. قولي لنا شحال عندك وانت هنا في مانيتوبا؟ انا جيت يا مات قبل الكوفيد، معناتها جيت 1 مارس، ومن بعد كان هذيك لا بيريود تاع الكونفينمون وكل شيء. هذا وين الحمد لله. وكيفاش عشتي جوستومون؟ باسكو على بالنا بلي سيت اون بيريود تري ديفيسيل. اوكي صح، كانت تري ديفيسيل، ماشي غير عليا، على كاع اللي كانوا معايا في هذيك، اللي كانوا جاوا معايا ثاني في هذيك لا بيريود، وحتى اللي كانوا قبل مني. مي انا خديتها من جانب ايجابي، خديتها باش تكون عندي وقت ندير دي فورماسيون اللي هي تربصات اونلاين. وخديت وقتي باش نتعلم الكندا كيفاش يكون توظيف فيها، كيفاش يكون السي في ندار. خديت وقتي باش هذاك لا بيريود باش ما تكونش فارغه، ما باش تحضر نفسك اكثر للتوظيف. يعني كانت مده مليحه لي انا، اكثر من ماشي مليحه يعني. الحمد لله يا ربي، هذه هي الايجابيه اللي كامل نحوسوا عليها هنايا، لانه ما كاش حاجه سهله، لكن الانسان دائما يبقى ايجابي. اسمي سعد، وصلت لهنايا لوينيبيغ في مارس dernier. Donc j'ai des circonstances très particulières حيت وصلت exactement 2 jours avant le confinement. يعني voilà, c'était très particulier. توصل في واحد الظروف شويه صعبه، شويه لو كليما جلوبال ايت ان بيتي بو كومبليكي، مي الحمد لله فوالا شوي فوني افيك ما بيتيت فامي، ما فام، ما بيتيت في، الله يبارك. اي فوالا دونك سا في دابا بريسك 9 موا كون في لافونتور ايسي او مانيتوبا. الله يبارك. احكي لنا شويه جوستمون على هاد لافونتور انتر رياليتي و تو سكون افي كوم ريف كنا في بلداننا. D'un point de vue employabilité. Bien sûr, toujours. هي صراحة زعما depuis toujours on sait que quand tu vas entamer l'expérience canadienne, il faut savoir rétrograder un petit peu. زعما en aucun cas tu peux aspirer le même poste ou là les mêmes responsabilités ou là la même fonction. Donc ça c'est une réalité اللي تروح نكذب علينا صراحة. يعني que ça soit les forums ou là que ça soit là. Et quand tu viens ici, tu commences à comprendre. Alors je te dis que je suis prêt. En aucun cas, tu peux venir avec ton retour, ton expérience, ou te dire OK, je suis prêt, je vais commencer à déployer la même chose. Il y a une sorte de contexte qui est très important. Ne serait-ce que la géographie, que la culture, que qui t'amène maintenant, que c'est une culture assez différente de ce qu'on connaît ici au Bled, ou là, nos rapports avec les pays européens, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a appris nous, mais c'est une réalité. Yani, quand tu viens ici. Les offres d'emploi tu vas les trouver, mais est-ce que tu vas trouver rapidement yani, ta carrière ou le poste qui va t'offrir la carrière à laquelle tu aspires? Peut-être que ça ne va pas venir de la première expérience ou la deuxième expérience, mais en tout cas c'est voilà, c'est quelque chose à laquelle il faut se qu'elle aille là ou tu كون مواظب مع راسك باش تلقى هذيك الاكسبيريونس على كيتو اسبير. عجبتني مواظب صح، هذه مواظب وي با سي سي رياليتي. يعني حتى حاجه ما هتجيك فاسيل اكزاكتومون، دوتون بلوس فهاد لو كونتكست اكطوال ديال كوفيد. يعني يا دي سيكتور كي نونبلوا بلو، مي يا دوتر او كونترير كي امبلوا دافونتاج. نعطيك على بحال دابا التعليم، يسون تران دومبلوي بواحد الطريقه خياليه. يعني لي زوكسيليير، لي زيد ادوكاتريس ايتترا، بالعكس يعني لا دوموند كثيره. الريتيل باغي تما، الناس باغيين بزاف يخدموا في هذا الدومين هذا. صح. يونا دوتر كي سوفر اكوز دو لا كريز، مي ليدي واحد ماشي يجيب واحد لو كادر ويقول انا درت حياتي كامله هذا الشيء وغنبقى في هذا الشيء. نو، يكون شويه اوفر باش يكتشف حوايج جداد. يعطيك الصحه. احكي لنا انت دوك على ليكسبيريونس تاعك يعني الشخصيه بارابور للتوظيف. الوغ انايا شوي اريفي كيف قلت لكم لو 13 مارس، لو 15 مارس ils ont annoncé les restrictions. Donc c'était un petit peu compliqué. كندا كامله كانت مقفله pendant 2 mois. صح. Ne serait-ce que pour les papiers administratifs, ça nous a pris حنايا la vague de الناس اللي جاوا في هذا الوقت un peu plus de temps.
Yani légalement, on ne pouvait pas travailler parce qu'on n'avait pas le NAS, le numéro de sécurité sociale qui nous permettait de travailler. Donc ça nous a pris un mois et demi pour avoir deux documents qui, dans des circonstances normales, tu peux l'avoir fin d'année ou la fin du mois. Après, donc, c'était une recherche d'emploi normale. Tu contactes les gens directement, tu te fais aider par des organismes. Il y a pas mal d'organismes qui peuvent t'aider. Il y a les connaissances dialectes, le réseau que tu as pu avoir من بلادك. الواحد قبل ما يجي يحاول يتعرف على ناس يسهلوا عليه شويه الامور. Donc انا au bout de deux mois, je passais déjà des entretiens, différents niveaux. Différents niveaux, يعني niveau 1, niveau 2, j'étais ouvert à tout. الواحد كيف قلت يعني جايب l'idée de نتعلم et de savoir d'entamer en fait la vie هنايا professionnelle au Canada. Alhamdulillah, j'ai eu de la chance en passant des entretiens. قلب l'entretien, on m'a proposé différents, yani j'ai postulé pour un niveau 1. Peut-être qu'ils ont vu que j'avais plus de compétences. Donc, à l'intérieur des entretiens, il y a un niveau supérieur, un niveau supérieur. Et au sens de la position, les faits en Adaba, je suis très content. Une entreprise purement manitobaine. Et voilà, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de défis. Et alhamdoulilah, les choses se passent bien. Alhamdoulilah, j'espère que de succès en succès, Inch'Allah. نتمنى هالراسي والأمة المغاربية والعربية كنا اللي تتبعونا إن شاء الله يا ربي. قولينا رشيدة، أنا على بالي بلي في الجزائر، في الجزائر كان عندك شركة، يعني كنتي تخدمي عند روحك وجيتي هنا، يعني بوغ لو مومون حنا نتمناو لك إن شاء الله ديري ماشي شركة واحد، ديري 10 شركات لكن في الوقت الراهن يعني ما راكي تخدمي أيوغ. احكي لنا يعني على هاد لو ديكالاج، اسكو سي ان ديكالاج ديجا اون سوا، كيفاش عشتيه؟ انا حضرت روحي كي كنت في الجزائر على هذا لو شانجمون هذا، يعني التغيير هذاك جدري في حياتي الوظيفيه. حضرت روحي بلي راني حاب بلاد جديده، حنديماري من الصفر ولازم نكون عارفه البلد هذه كيفاش يكون التوظيف فيها وكيفاش يكون. دونك تقبلت الفكره انه نكون شيف دونتربريز، يعني مديره شركه، ونرجع حتى يمكن النقطة صفر ولا واحد، يعني لا لا الواحد عمره ما يكون في الصفر. لا، وكانت يعني حاجة مليحة، ما حشتهاش في جانب سلبي، كانت كونتخيغ، يعني نتعلم ماني نشوف في الكندا كيفاش يوظفوا فيها وكيفاش، وإن شاء الله درجة بدرجة. الحاجة المليحة اللي هنا في الكندا نقولها لكامل الناس أنه في وقت صغير تقدر تكون يعني من نيفو 1 اللي هي درجة واحد إلى درجة يمكن الأعلى كامل. صح. في وقت صغير بزاف، بس كديجا احنا جينا بالتجربة تاعنا، عندنا تجربة هذيك ما حش تروح خسارة. صح. والجانب البوزيتيف سورتو هنا في وينيبيك انه يعطيو لك كاع الإمكانيات باش تطلع. صح صح، هذا شيء لاحظناه. الواحد لازم يكون برك شاطر وكيش يقولوا يحكم هذا الزوكاتيو. احنا ما نخافوش عليك. قولي لنا، عطينا فكرة على نوع الشركة اللي كانت عندك، سما وش كنت تخدمي في الجزائر، وقولي لنا ولا الآن راكي تخدمي في الدومين تاعك ولا لا؟ لا، في الجزائر كانت عندي شركة تاع إشهار اتصالات وإشهار هكذا بالعربية، هكذا و إيفينمونسيال، يعني أورغانيزاسيون دي زيفينمون إيكونوميك مي سورتو كولتوريل. كنت في المجال الموسيقى أو ثقافة أون جينيرال. تخي بيان. خدمت فيها 11 سنة. الله يبارك. يعني يمكن حبست اون سيمين افون، يعني اسبوع قبل ما نجي لهنا، اللي اخر دقيقه كما يقولوا، اخر دقيقه كملت خدمتي. ولهنا كي جيت درت تربص تاع 3 شهور. يعني كنت ندير تربصات تاع التوظيف مع ايميغرانت سنتر، مع بلوريال، مع كاع يعني المنظمات اللي كاين هنا اللي يساعدوا المغتربين. وجات يعني من حظي، درت تربص، يعني تربص في 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 مدرسة ماشي أونلاين تاع الكاستمر سيرفيس. جوست أبخي، يعني بعدها راني دوكا في الميم دومين، ميم تخي بيان،
الدومين ما عرفتش كيف يقولوا بالعربيه. ايه روح احنا العربيه تاعنا مفرمصه. طيب لو ميم دومين راني يعني في لو جورنال لا ليبرتي. واو هذه حاجه جوستمون حبيت تاكدي عليها خاطر تعطي بزاف يعني ان اسبوار تعطي امل بزاف الناس اللي يقول لك لا لا لو كان نروح بالك ما نلقاش في الدومين تاعي. هاك انت مثال حي انه يعني راكي في نفس الدومين. لا انا كنت مستعده نخدم في دومين واحد اخر يعني ما كنت مستعده نخدم في اي دومين من حسن حظي يعني والناس هنا اللي يساعدونا مثلهم بلوريال والجروب سورتو صبت يعني في الدومين تاعي وراني يعني نخدم بكل راحه نفسيه لانه نفس الاشياء اللي كنت نديرها في الجزائر راني نشوفها دونك الحمد لله يعني هذا حظ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. هو شوفي ماشي غير حظ كما قلتي الحظ وفيها ثاني الانسان انه كل انسان وكيفاش يشوف الامور وكل انسان ثاني واش يبذل جهد باش يلحق لهذيك الحاجه. هي نقول لك هنا في وينيبيغ والله يعني حسيتها بلك يعطولك الحدود باش تخدم في الدومين تاعك ولا في اي دومين. لا شافوك تحب حاجه وديرها يعني من قلبك الناس تساعدك باش تلحق. والحمد لله انا صبت لي ساعدوني باش نلحق وخدمت في مام مجال اللي راني فيه يعني نفس المجال اللي كنت فيه في الجزائر دونك اني نخدم مرتاحه الحمد لله يا ربي. الحمد لله. انت برك باش تكون عندنا نظره واش كنت تخدم في المغرب؟ انا جيو ابوبري قبل ما نوصل هنا 11 ans d'expérience principalement في les métiers de commerce ou le business development. Différentes multinationales, yani, je suis à l'assurance, je suis à le retail, je suis à le real estate. Et voilà, donc, yani, quand tu as dit que l'expérience est plus dans le domaine yani, de la vente, mais dans différents secteurs d'activité. Tu as fait le même on va dire, secteur d'activité dans cette chaleur ? C'est un nouveau secteur d'activité que je n'ai jamais essayé. C'est plus une entreprise digitale, tech company. Mais le domaine reste le métier reste le même. Yani, c'est du business development. C'est juste les outils qui changent. C'est les outils, c'est le client, c'est le produit qui change. C'est exactement. Tout. Mais au final, c'est le même métier. Zama. C'est les, on est très c'est les mêmes, j'ai envie de dire, challenge ou la, les outils interpersonnels dire qu'il a s'amène en fait différentes entreprises tu vas les utiliser à notre domaine aussi après exactement كون عندك نصيحه تحبي تقدميها للناس اللي غير كيما جاوا ولا الناس اللي عندهم بالك مده جاوا وما صابوش خدمه ولا الناس اللي راهم كيما قالك دو لوتر كوتي وراهم يستناو يجيو واش تقدري تقدمي لهم كنصيحه في ميدان التوظيف هنا في وينيبيغ. النصيحه تاعي اللي نقولها لهم لازم تجوا متحضرين باللي الناس هنا ما يعرفوكمش يعني اعطوا لنفسكم لوكازيون الفرصه باش الناس تعرفكم في اي نوع اي مجال ما تقعدوش يعني مأكدين غير على المجال تاعكم حاولوا ما تتفتحوا على مجالات اخرى قد ما تقدروا بعد غير تبداو تخدموا ان شاء الله يبانوا لكم فرص اخرى دونك ابداو وخدموا خلوا الناس تعرفكم اي نوع من العمال انتم ومن بعد يتفتحوا لكم كاع البيبان. انا جو سوي تري بوزيتيف جام بوكو سيت فيل نحب هاد لا فيل و انا انسانه يعني ايجابيه في صح الحياه صح صح وكنت مستعده نبدا ودرت تربص ونقول لكم يعني الناس اللي تعرفني على بالها جيتي شاف دونتربريز يعني كنت مديره شركه كي درت التربص تاعي كنت نرفد لي كارطون مع الناس ونرفد الثقيل برافو وكنت ايه كنت في الكوم يعني في كنت درت تربص في محل كبير واي حاجه يقولوا لي ديرها نديرها. هذا هو الانسان اللي راح ينجح لان كما قلت انت احنا ما يعرفوناش نجوا هنا لازم نتبثوا روحنا يعني لازم نعرفوا برواحتنا وهذا هو هذا هو السر. الواحد يعطي الفرصه ياخذ الفرصه اللي جاته ومن بعد هذيك الفرصه راح تحلوا بيبان واحد اخرين. Moi ce que je vais mon conseil يكون هو الواحد يجي اوفر ا اكسبلوري différents horizons. Le واحد ما يجيش ليميتي انا تنعرف ندير غير هادي نخدم في هادي surtout في لو ديبي هنايا تنعرفوا بان الكندا il demande l'expérience canadienne et du coup خاص حتى رجلك في لو monde du travail quel que soit x يعني quel que soit les critères tu dois accepter d'entamer had le parcours professionnel canadien. اللي هنقول هو الواحد يجي avec العزيمه beaucoup de positivité يعرف بان راه il a quelque chose à apporter. Mais en même temps,
يعني يراجع نفسيته ويراجع ليغو ديالو باش ماشي يجي باغي من الاول مثلا جدي نيمبورط كو زعما بزاف تيجيو اترافير لو بروغرام ديميغراسيون دي ترافايور كاليفي الناس تبارك الله تتكون عندهم واحد اكسبيريونس واحد وظيفه واحد ستاتيو ايتترا وتيجي باغي نفس الشيء انا بالنسبه ليا زعما اللي تنشوف بان سي با كيك شوز دوتوماتيك بوتيتغ سو سا بو مارشي افيك اون مينوريتي مي با لا ماجوريتي دونك الواحد يجي يقبل يرجع بخطوه بجوج خطوات اللور باش باش يتعلم باش يكسب المهارات اللي خاص اللي تتبغي كندا وعند من بعد يعني اسبيري انه يكبر وي ايفولوي في لا فونكسيون ديالو مو جو بونس سي دابور ان ترافاي سور سوا ميم الواحد راسو صغير كيف تنقولوا حنا بلغتنا يتعلم ياخذ لو ماكسيموم وعندي الفا فير فالوار كاع الباجاج ديالو اللي جاي معاه من بلادو باش يقدر ايفولوي ويمشي يعني دي بوست ميور كيما يقولوا ركولي بور ميو افانسي سي اكزاكتومون سا Donc merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, merci le parcours t'a qui va inspirer plus d'un. Eh ben j'espère. Et voilà, حنا واش نتمنوا au final c'est que les gens qui viennent ici pour immigrer, ils viennent vraiment pour c'est-à-dire ils vont pas venir pour rien. Exactement. هذا مكان. Donc il faut juste qu'ils sachent ce qu'il en est, ماشي Exactement. Il trahit une réalité اللي ما كانش. Exactement, exactement. هو le projet d'immigration c'est un projet qui se prépare, اللي خاصو الصبر بزاف, اللي خاصو الخدمه بزاف. Et du coup voilà يعني في الاخر يعني الناس اللي تيكون عندهم لي بون كاباسيتي والعقليه المزيانه والناس اللي تنظن انهم تيمشيو بعيد في هاد الاكسبيريونس ان شاء الله يعطيك الصحه سعد ميرسي ابو وبون كوراج بور لا سويت الله يبارك فيك شكرا بزاف بالسلامه شكرا اعزائي المشاهدين نتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا في الحلقه تاع اليوم على التوظيف وانه نكونوا نقلنا لكم الواقع المعاش باش تكون عندكم نظره يعني 100% صحيحه الحاجه اللي لازم انا اللي راني حابه نقولها لكم يعني كخاتمه ثلاث حوايج هنا في مانيتوبا لازم تحطوهم في بالكم ولكم حابين انكم تلقاو خدمه الايجابيه الصبر والانجليزيه وفي الختام نتمنى يعني عيد استقلال سعيد للشعب المغربي الشقيق عيد سعيد وكذلك 1 2 3 فيفا الجيري على خاطر التاهيل لكاس افريقيا للامم باي باي شعري او مليح ثلاث حوايج لازم ديروهم في بالكم كي تجيو هنا باش تحوسوا على خدمه اولا الايجابيه لا بوزيتيفيتي دائما وابدا الحاجه الثانيه الصبر والحاجه الثالثه نسيتها دقيقه عيد مبارك وعيد سعيد ان شاء الله واش من عيد مبارك علاش هذا دلكم لي هاد المهبوله نسحقها من بعد في نضحكوا في الجروب مضروبه بالطاوه طيام طيام اسمع خليني نضحكوا فيهم في الجروب الله يعيشك سؤال الاول عاودي لي المثل الشعبي اللي قلتيه لي من قبل كيسحق يدك يا وجهي ندبوك القطوط اللي حبيت نطرحه عليك وين راهي البسطيله انا توحشت انا توحشت وين راهي البسطيله بون نعاود واي